يا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله جميع بخير. ابو الزبيريات يتدلل، واللي وصونا على حمام يتدللون. خلنا نراويكم قبل لا نبدا بالفصل. اليوم ايش راح اسوي شباب؟ هسه كنت ناوي اطير التور وبعدين الحمر، بس بعدين قلت خل اطير الحمر وراها التور، بعدين تراجعت قلت خل اطير التور وبعدين الحمر. هاي شنو هاي الطشار؟ هاي حمر، هذا صاحبنا فاك الحمر. هاي رجعت له، شوفوها جيراننا، وذيك الشق الثاني ظهر فاك الحمر مالته. خلي بس جو شويه يصحصح ونفتح الحمر، ما نستعجل عليهم. شوفوا شباب، خلي نطير الحبريات ونعلق الرايه وراويكم المفاجاه. هنا نجيب الدب، طلبها حضور 12 بالليل جبتها. نجيب الراية، يلا شو تقولون؟ تفتر لو ما تفتر؟ انا اقول ما تفضح. هاي هتروح هسه يمنى يسرى وثي مال لا ثي مال لا حسب توقعات. ما شاء الله ترتبت الحباري، ترتبت ورجعت ارتب من قبل. صح العدد قل بس مو مشكلة. شوفوا شلون تروح يمنى يسرى. هذا الغبي يكون يلحقها الميضة هنا. راح راح شباب راح. والجو اليوم هم شوي بهواء، بس هي بعد ما يعني ما ترجع متأكد. هذا اختفت بعد. بالنسبة لكم، بالنسبة لي ألقوها بالموبايل. حطونا لايكات شباب، حطونا لايكات. روح خبط طيور جيب لنا فتشيت عيني شباب. هاي طيور البارحة رحت للكسرة، عيني لقيت زبيريات. وين ابو الزبيريات؟ لقيت وايد زبيريات، بس اللي عجبني جبتهن. جبت هاي الطيرة، شوفوا ما شاء الله شلون زبيرية. وهاي اختها هم نفس اللون. وهاي الطيرة الثانية، وجبت فحل زبيري. هذا الفحل الزبيري ابو البصمة. شوف الجمال شباب، يخبل هذا الطير. شوف ظهره عيني. وهذا سطح رمانيات الارافل هم بعدين هنا. اللي سطح رمانيات شباب، جلدات فرخ بالنجف. ولا جايبين طيارين بالجادرية ورادي بيحين ذني. فاخذت ما شاء الله كل الحمر شباب، بس شنو في حله؟ يمكن يعني 18 طير هيك، شي 16 طير كلها في حله، بيها بس اربع طواير حسب كلامه. بس كلها الوان شباب، والهندية بيهم كلها طيور محرقه. بين هذا المكعكل ام فحل زبيرية. هذا الفحل يخبل هذا. هذا هذا صح. شوفوا شباب، انا هيك زبيريات اري. شوفوا بس خلينا نزبط العالم. صراحة اللي ادورهن هيك زبيريات. هذا باعوه، هاي سبعة ولا سبعة سواد نازل للرجل بعد احلى. وهاي البصمة البراسة هيك. شوف هاي الطيرة، هاي الطيرة بدون بصمة بس همين تخبر. شوف الزوق الحمار، هاي ذن الرمانيات كلش حلوات شباب، كلش حلوات بس قليلات قليلات.
هذا الزنقي طبقناه هنا، هو هاي طيرته يمه. هذا البرج هسه صار بيه الارافل والزبيريات والتور. الزبيريات اللي جبتهم البارحه طواير، بس هذا فحل بيه، فخلي زوجة على حبريات ما عندنا اشكال. وهسه هذا البرج بعده فارغ، بس هسه افصل الارافل، بس اكمل هنا، بس اجيب ارافل، نفصل الارافل من هنا نخليهن هنا، بس اجيب بعد ارافل. ما عندنا شيء شباب. وين الحباري؟ حباري وين الحباري؟ ماكو ما يعد. ما عاد شباب، راح اختفت. اختفت، شفتوه شلون راح الجنحين؟ هذا الدب هنا أنا قاعد له، وين ترجع؟ جو حلو ما شاء الله. شوية بيغيوم بس حلو. تقريبا صارها اقل من ساعة. خلينا نوقف بعد شوية تسحب بروحها اكثر. خلي اجيب شاي. نصعد على الحمر شباب، نطلعها نجهزها، لان بيهن كم طير ما نطيرة، فبس اللي نطيرها نطلعها. خليهن شوية على المسرح شمسن، وبعدين نطيرها. بين ما احط الذني احبسن، يلا افتح الحمر. ما افتح نسويه، ما شاء الله. هاي الفرخات التور هنا أربعة مدري خمسة جهزن. شوفوا هذا واحد جهز، ذاك لنا اثنين جهزن، هناك اكو واحد ثلاثة، بس اكو طيرة بترى منا انا نشيلها ختولي. هاي تعبانة، ما ادري وينها. اتصور ذني طيرين كلهن ما بيهن شي. طبعا كل الجواب جوان بيض الصناعي حاليا. وما طلع واحد من التور. طلع البقية شباب. طبعا هذا البرج بيه طيور جديدة، يعني نطيرها ورا الفصل مثلا. هذا نفس الحالة بي كم تك، انا صراحة ما حافظها، مثلا بي هاي الطوبانية اللي لزمناها وغيرها وغيرها. هاي الطوبانية هياتها هاي، بس الاغلبية جلدات يعني نطيرهن، بس تقول ماكو كم تك. هذه الطوبانية دا تطير، فخلي شوية خليهن ذني شوية يشمسين سعدين ينزلن. تعرفون ذني مثلا طوال النايمات على البيض، اول ما يطلع عند كرمون يذرقن وهالامور هاي، يلا شويه نقدر نطيره. فخليني شويه بين ما احبس التور واشرب شاي ورا شباب، ما نطير الحمر ونكمل فصل هنا. اذا بقى وقت بالمقطع نشكل الرمانيات والارافل والزبيريات ونفتحها نتفرج عليها نشوف وضعيتهن شنو. هاي رايحة وجاية، لا تخبط لها طير، لا تجيب لنا طير، لا اكو ونسى بيها. بس ونسيت انا اقول لكم بالهزيمة، شوفوا جاي شباب دا يجهز. شباب رجعت لكم، طبعا طيرت فصل للامانة احكي لكم الحادثة، بس جيت على التيك توك وتورطت بعد ما قدرت اسد البيت، وبالبيت خبطنا طيور سبحان الله. جماعة التيك توك اليوم تونسوا، وصدت هذا الفحل لجع البصفر. هذا كل الحكي بالبيت شباب، انتوا هم تعالوا على التيك توك تونسوا شلون اشعل البصفر. والله انا كان هذا المفروض مقطع للقناه.
اشعل باصفر شباب يخبر بي رقم تليفون هسه نخاب الراعية. لو اخلي اخوي يخابر لان هو حتى نعرف حرمنا صلحنا. لو من دا يرجع لنا طير كله تتغلس. بس اذا هذا يعني مال شخص عرف وصلح او بعيد علينا ننطيه يا بي خير ويدلل. خلي طيركم هسه الحمر ذني هاي الطوبانية اللي لزمناها قبل فترة. هاي هم طارت واحدة مشكولة ما أدري ما هرلوسة. خلي تحط بس خلي تحط هاي قبل شوي هم طارت هاي النسل. بس خلي تحط خلي نملم الغراض. يا تاي تاي حط تاي تاي. قوية هي تيجي تحط. يا ثولة يا ثولة. حطت ابقى هذني ثلاثة حطة مو مشكلة احنا طيرنا البقية. هذا جانا واحد غريب هذا احمر جانا غريب يخبط بيه هناي مطير له 100 مدري 150 وما خبط. هذا طلع قبل شوفوا خود كان بث والله على التيك توك شباب. مين اصوركم من الجهه الثانيه احسن خل اعلق الرايه حتى لين ينزل عليها. استعدت الطيور شباب وامورها تمام التمام. هاي افقص طيارة شفتها بحياتي. هاي ما صيد ما ادري شنو هاي الربع ديال. هاي الربع ديال هاي يمكن صدناها وبقوها. ناقصين طوايق قال احسن ما نشتري. شوف خرطة بالطيور هسه سوا شوف معلق راية انا هي شوف جابت فحلة وجتي. لا والله هاي جابت ياهي خلي تحط هاي مو خلي تحط هاي حط هاي جابت الطوبانية الطيرة الطوبانية لان اثنينات ما صيد. هاي الطيرة الطوبانية شوفوها هاي الطيرة الطوبانية اللي لزمناها قبل فترة. والله عمي زين يا بطل هاي الطوبانية. بلبل بعده. هاي طبعا بعد برج ما مطير يا شباب انا. انت نظلل ما عدنا شيء نظلل ما طول حطيته وابقى هاي الطيارة الطوبانية اللي لزمناها قبل فترة. حلو شباب ما عدنا شيء خدتك
لان لين طيرتني هواي شباب فشوفون شوية اكثر يعني ما لا ما بعد هسه شوية اللي نفتح هذا البرج هم نطير وياهم هذا اني بعدني ما نطيرهن هسه شوية اللي نطيرهن بس الامانة فاتكم التيك توك هذا شعل بحمر اللي بروح عليه شباب حطونا لايكات حطونا تعليقات حتى هسه ننزل على طيور الجو همين شلون جينا حلو هذا ديلوف ليش على البحمر عليه بس مهتلف هذا لا تشعل شوفوه هذا ديدوك ما يصير هذا ما حلو ما يخبط هولندي شنو هذا هولندي يمكن هواي رافل هم فكوها من هنا شوف هواي رافل هاي نزلت هيات جت علينا بس ما عندنا شو نطير قبل كم يوم هم فكوها رافل من هنا لقيت خوش فصل شباب وهذا الفصل الثاني خلي تحط خلي نفتح ذني همين اوفين ذني ما راح افتح مالي خلقين نفتح ذني حطا افتح البيبان او حتى البيبان ما راح افتحه خلي البيبان مزود حتى نطيره شوي اللخ ندقها بعد فصل الاخ طبعا يصير قطع لان عادي يعني شويه شويه تتلوز هذا المقطع بي طيور جديده وبيصير صعدونا يا شباب شباب طبوا على التيك توك بس كنت بعد التيك توك امجد الماجد يطلع لكم التيك توك مالتي سوي لكم بث مباشر حلو لنصعد جولات يعني اكو انسى مع التيك توك
هاي حطن كل. والله تونسنا اليوم على الحمر، جو حلو، مطيار حلو، فصل حلو، وصيد فحل مختلف، يعني كان المقطع حلو. يلا شباب وصلنا لنهاية المقطع، خلونا لايكات تعليقات واشتركوا بالقناة وتعالوا على التيك توك شباب. هسه تكملت المقطع ما عندك شيء طب على التيك توك اكتب أمجد المادي يطلع لك. تحياتي لكم شباب.